مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي القناة الوطنية الأولى في برنامجكم الثقافي الفكري المعرفي الجدالي جمهورية الثقافة. أنتم في حضرة الثقافة، نناقش كل المواضيع في هذا البرنامج وخاصة المواضيع المتعلقة بالراهن التونسي، كل القضايا مهما كانت هذه القضايا، لكن بعيون المثقفين والمفكرين والكتاب وصناع الرأي العام والناشطين في مجال المجتمع المدني. موضوعنا لهذه الليلة ينطلق من سؤال بسيط: هل التونسي حقق مواطنيته؟ هل يمكن اعتبار اليوم ببساطة بهذا الأسلوب بهذه الصياغة، هل يمكن اعتبار التونسي مواطنا كاملا المواطنة؟ دعونا لنقاش هذا الموضوع ثلة من المهتمين بهذا الشأن، كل واحد من زاوية. دعونا الأستاذة الدكتورة جنان، ما غلطتش المرة هذه، تأتينا للمرة الثانية، جنان ليمان، مرحبا بك، أنت أستاذة جامعية مختصة في القانون الدستوري، وهذا الموضوع عنده علاقة بالدستور، تو نشوفه من بعد. دعونا للمرة الثانية الدكتور خميس بوعلي، مرحبا بك، أنت أستاذ فلسفة ستضيء لنا فكرة المواطنة، ربما انطلاقا من الفلسفة وربما موقف الفيلسوف من الفضاء العمومي وغيرها من المواضيع المتفرعة. ودعونا لأول مرة، خليني أنا نسميها الدكتورة، هي حكيمة في الواقع، هي طبيبة، يمينة ثابت، مرحبا بك، دعوتك بصفتك لأول مرة تحضرين معنا في جمهورية الثقافة، دعوتك بصفتك رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أو الدفاع عن الأقليات، وبعدين نزيد منفسره ونعرف شنو العلاقة ما بين فكرة الأقليات وفكرة المواطنة وغيرها. ثم دعونا الأستاذ حمادي العش، أستاذ الفلسفة، أنت عاد أستاذ مشهور أنت في المدارس الثانوية وفيلسوف، معناها أنا استدعيت، أنت تحب عندك ذكريات على برنامج التحرير والتنوير، ذكريات معك أنت حسين، مرحبا بك. خلينا نحن كعادتنا سنعرض لصورة، هي صورة عندها علاقة بالأكتواليتي، ربما احنا اليوم نسجله ولكن هي باش تبان عندها جماعتين، ولكن أنا مهمة جدا، خلينا نضيئها. تتمثل هذه الصورة في تلك السابقة الخطيرة التي هزت الساحة التربوية والساحة التونسية، وهذا ربما عندها علاقة موضوع بالمواطنة المتمثلة في، خلينا نقول، تكفير، فعلا تكفير معلمة مربية أجيال عندها أكثر من 30 سنة في تربية النشأ في صفاقس، واتهمت بأنها بالإلحاد. جريدة الشروق مثلا كتبت على تلك الحادثة: يتهمون معلمة بالإلحاد ويمنعونها من التدريس. كنا شفنا الفيديو متاع الديجاج، وكأننا فعلا في حملة تفتيش قرى وسطية، شيء مفزع. اليوم هذه المعلمة اللي للأسف، معناها يعني للأسف الشديد انها تتعرض لمثل هذا، ولكن ثم مجتمع مدني وقف وثم ناس وقفت للدفاع عنها. المعلمة هذه اتهموها على أساس أنها معناها تحرض على ربما الإلحاد، قالوا لها أنها تسكر في، خلينا نذكر الناس، أنها تسكر الشبابك في الأذان باش التلامذة ما يسمعوش الأذان، والحال أنها هي تدرس الصباح ما ثماش أذان وغيرها. وحكاية الاختلاط، الاختلاط انها يقولوا انها تسمح بالاختلاط بين يعني التلامذه الصغار الذكور والاناث، وهذه حاجه غريبه، ربما ترجعنا الى اشياء كنا نعتقد بعد الدستور هذا وبعد الثوره هذه وبعد فكره المواطن هذا، ان شيء ربما ما تحدثش نشوفوها اليوم. نحب منكم تعليق على هذه هذا الحدث من خلال هذه الصوره حول المعلمه اللي هي الأستاذة السويسي، تفضل. أنا يظهر لي الصورة هذه، هي فايزة، تذكروا فايزة السويسي، اللي هي فايزة السويسي، ونحنوها نحيوها من خلال هذا المنبر، منبر جمهورية الثقافة. بالفعل تحية لها، لأنها هي في الخط الأول، يظهر لي لأنها معلمة نتاع ابتدائي، هي في الخط الأول في نشر معناها ثقافة المواطن وفي تنشئة المواطن. والخطير أنه هذا يحصل من قبل أولياء
في تونس عام 2017 سبتمبر يعني العوده المدرسيه سبتمبر 2017 وانا نبداو الموسم الدراسي بهالصوره المفزعه اللي هي دق ناقوس الخطر، ناقوس الخطر على انه معناه مكتسبات اللي نحكيو عليها نتاع الدستور 2014 والانتقال الديمقراطي كل هي مكتسبات هشه فعلا هشه، وانه المعركه ما بين ثقافه المواطنه قيم المواطنه ومن يروجون لثقافه الايمان او انه احنا شعب معناه احنا مؤمنين ولابد ان نكون كلنا كيف كيف ونوعيه معينه زاده وتصور معين للايمان. يعني هذه كل ثنائيه اللي للاسف فما شكون يحب يغذي فيها ما بين انه معناه احنا شعب مؤمنين ومؤمنين بالمعنى الاصولي والمتشدد الكلمه، ماناش شعب مواطنين، في حين انه يظهر لي المساله حسمت الفضاء العام مؤسسات التربويه لابد انها تكون معناه يبدو انها لم تحسم ولذلك علاش احنا نجد في الموضوع لم تحسم، ولكن هذا يعني انه لابد من انه اليقظه المواطنيه وانه المدافعين عن قيم المواطنه قيم المدنيه لابد انهم يكونوا متحفزين لانه المعركه بالفعل لم تحسم. يمينه عندي تعليق فيما يخص الأستاذة هذه اللي بالنسبة لي أنا بطبيعة الحال نحييها ونحيي كامل الإطار التربوي. احنا خاطرنا كمجتمع مدني نراهنوا على التربية ونراهنوا على الثقافة كأول شيء لتكريس مبدأ المواطنة. اليوم المشكل المطروح في تونس والمشكل المطروح في ديمقراطية ناشئة هو أنه مبدأ المواطنة مازال ما تشبثش، على خاطر مازلنا ما حليناش قضية الهوية التونسية. ديجا عدم اقتناع التونسي بالاختلافات الدينيه، عدم الاقتناع بالاختلافات في اللي هي مضمونه في دستورنا بين نرجعوا لكن المشكل اليوم هو انه حتى في تعاطي الاعلام وحتى في تعاطي العديد من المثقفين مع قضيه الاستاذ السويسي بجمله اللي انا ياسر لفت انتباهي هي كلمه الاتهام بالالحاد. وكان الالحاد وكان الالحاد جريمه ضد الغير. دونك احنا مازلنا ما تمش اقتناع المواطن التونسي واقتناع من نجمش نحكي باسم مواطن تونسي، لكن ما فماش اقتناع المجموعه غير الاقليه المثقفه بان بمفهوم اللي هو تم دسترته اللي هي حريه الضمير. فيما يخص الاستاذه السويسي القضيه تتجاوز هذا، القضيه من ذلك ربما القضيه خطيره على خاطر هي عبرت عن رايها وهي اليوم دافعت عن حالها وقالت اللي ما حضرتش على الاذان واللي حتى في لي زوغيغ نتاع تدريسها وكل ما يجيش مع اذان من الوحده، المشكل هذاك تم حله، لكن المشكل هذا هو بونكتوال، لكن يعبر عن عديد من القضايا اللي هي مطروحه يخفي اليوم أشياء. يخفي العديد من القضايا اللي هي كما قلت لك ما نجموش نحكيو على المواطنه دون طرح قضيه الهويه التونسيه كهويه تونسيه مختلفه تضمن العديد من الاختلافات الدينيه وغيره. مازلنا في تونس اليوم مش نتعرضوا للقضايا هذه على خاطر ما وصلناش الى ان نجزئوا الهويه التونسيه من الهويه الدينيه اللي هي سيت اون نيسيسيتي وتفرض نفسها في 2017 وحتى عام 1990. بو امبورت انا ما نمنش بشيء، هو انه الغلطه اللي يمكن نقعوا فيها بصفه عامه كمجتمع مدني وحتى كمثقفين هو ان نجمعوا انواع من لي مود دو في بالحداثه، ما نعرفش شمطها حداثه، ما نعرفش من حق اني في 2017 نعيش بطريقه اللي هي تبان ماهيش حديثه. نرجع احنا انا عندي احساس كانك دخلتي قلب الموضوع اللي هو موضوع المواطنه. دكتور خميس عندما نشاهد هذه الصوره يبدو انها المربيه المعلمه هذه المربيه فايزه السويسي تحولت في هالشهر هذا خلينا نقوله في هالرونتري سكولير هذه في هال يعني العوده المدرسيه الى ايقونه، ايقونه مش فقط لانها اتهمت ربما بالالحاد او تفسد في النشاه، لا هي ايضا ذكرنا بصوره المراه اللي سنوات تاع سنواته تدرس المراه منذ دوله الاستقلال منذ بدايه دوله الاستقلال الحديثه، الناس اللي فعلا النساء اللي ناضلت واللي نحب ولا نكره عملت اجيال بنات اجيال. فعلا هو اولا كل التضامن مع المربيه فايزه السويسي وتحيه الى كافه المربين في حقول التربيه في الحقيقه خلينا نقول ثم وقفه صارت وقفه بطبيعه الحال عدتش الامور هكاك معناها اي اعتقد انه ما حدث ننظر له من ناحيه رمزيه لانه من ناحيه الواقعيه معناها جزئيه بسيطه صحيح جزئيه بسيطه لا تمثل
معناها لا تمثل، هي حالة مفزعة معناها ومثيرة ولكن جزئية بسيطة. لماذا؟ لأنه هذا ما نعانيه لو أخذنا درس الفلسفة، هذا ما يقع تقريب معناها سنويا في درس الفلسفة. أساتذة الفلسفة يتعرضون إلى هذه التهم إن بطريقة صريحة على أو بطريقة خفية، تفسد في لا على أساس طرح مشكلات معناها على أساس يكفي أنك تطرح المسألة من المسائل بطريقة إشكالية وتتساءل عنها وتأشكلها وتتظنن وتقول ربما وتقدم مقاربات مختلفة، فأنت تقع ربما في المحظور بالنسبة إلى بعض الذهنيات. هذا أولا. اثنين، يتعلق الأمر بذهنية معناها كما يقول فوكو سي لو بافون كي رومونت، هذا قاع المجتمع، هذا قاع المجتمع يخرج ويفرز احيانا اشياء عندما نرى المجتمع بطريقه عاديه لا نتفطن اليها، ولكن هذه موجوده في مخيل الناس في 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 تصوراتهم في ذهنيتهم. واعتقد ان في هذا المجال نحتاج الى عمل ثقافي وعمل فكري كبير لنواجه مثل هذه الذهنيات. استاذ حمادي، هذه في قلب اهتمامك. بداية نحب نوجه تحية للمربية الفاضلة ومن وراها كل إطار التربوي، لأنه معركة الدفاع عن قيم المواطنة بعض جنودها الكبار هم الإطار التربوي، لأنه احنا نواجهه وكما أشار الدكتور نواجهه المشكلة هذه، نواجهوا الذهنيات اللي تجي وقت تطرح معها اشكالات ولا تدفعها باش تفكر بعمق في بعض المسائل والا تدفعها باش تراجع بعض الاحكام المسبقه اللي عندها والا الموروث، التهمه الحاضره ديما واللي واجهها خصوصا استاذ الفلسفه هي تهمه الالحاد. احنا ساعات ما فماش علاش يهز التلميذ يدو يقول لك عندي سؤال حتى في حس التعارف، فهمت؟ تقول له تفضل، يقول لك تو انت يا استاذ مش ملحد. مؤمن ولا ماكش مؤمن؟ اي مش ملحد، خاطر هو جاي بفكره انه استاذ الفلسفه او الفلسفه يعني تساعد على ربما الالحاد او التفسخ الايماني او غيرها، هذا موجود. هي معركه كبيره سورتو انه المواطنه قبل كل شيء ثقافه، والمواطنه تتطلب تربيه كامله على القيم، على القيم نتاع المواطنه، وبالتالي ما نتصوروهاش مهمه يسيره. وهالمعركه هذه الكبيره فيها ضحايا، واللي صار هذايا مع فايزة فايزة هو بعض غبار هذه المعركة التي ستطول. نعم، بعض غبار هذه المعركة التي ستطول، المعركة التي سوف تطول. خلينا نتعدوا صورة أخرى. أنا عجبتني صورة متعلقة، صورة هذه بمدرسة من المدارس في الحدود التونسية الجزائرية، مدرسة تينجا. هذه الصورة، الصورة هذه تعدت برشا في شبكات التواصل الاجتماعي. المدرسة هذه فيها ستة تلامذة يقرأوا فيها، ستة تلامذة يدرسوا فيها، زوز مدرسين مع المدير وطبعا مع مساعدي، يعني المساعدين في الإطار التربوي في هذه المدرسة، واحتفال كبير من الأهالي في العودة المدرسية بستة تلامذة. ستة تلامذة معناها مش في مدرسة، مش في قسم واحد، يعني القسم تلقى فيه قسم، تلقى فيه طالب تلميذ واحد. وهذه الصورة ربما عندها دلالات متعلقة بوضعيتنا احنا، وضعية المدرسة التونسية ووضعية خاصة تاريخية المدرسة التونسية. جنان، حاب نبدأ بيك تعليقا على هذه الصورة. معناها تبعث فيه مشاعر، معناه ميتيجي بالضبط، فما متقطع ما تعرفش، ما تعرفش قد الصورة فيها دعوة الأمل، لأنه هذوما معناه أطفال مصرين على القراية، الظروف أكيد أنها الإطار المعيشي متاعهم أكيد أنه صعب، ولكن فما إصرار على الذهاب إلى المدرسة والتمدرس باعتبار أن المدرسة تبقى معناها فسحة للأمل وفتح مجال للارتقاء الاجتماعي، رغم كل ما يقال عن أنه المصعد الاجتماعي تعطل. من جهة أخرى الصورة هذه زادة معناها بشكل آخر لكنها تقلق شوية على مصير المدرسة العمومية، على معناها هل أنه الخريطة اللي تو معتمدة
المدارس العمومية وانتشارها اللي يرجع للسنوات الأولى للاستقلال، هل أنها هذاك هو اللي معناه يمكن أن نواصله بنفس الطريقة في معناه الخارطة التربوية، أو لابد من إعادة ترتيب؟ شو تقصد بالخارطة التربوية؟ لأنه المدارس هذه معناه نعرف أنه معناه المدرسة العمومية انتشرت وقت الاستقلال، وقت اللي فما طفرة ديمغرافية كبيرة، وبالتالي كانت فما حاجة لإيجاد مدارس لتعميم التعليم وللاستجابة بالطبيعة لطلب وحاجة لبناء دولة الاستقلال. نعم. ولكن نعرف أنه المعطى الديمغرافي تغير، أيضا الذهاب من هالقرى المنسية أو البعيدة بسبب مشكلة التنمية أساسا، خلى أنه المناطق هذه تكون طاردة للسكان. صحيح. طاردة يعني للسكان، وبالتالي فقدت تدريجيا إلى جانب العامل الديمغرافي، فقدت قيمتها الديمغرافية، وبالتالي هذا هو. وهذا يعني أنه معناه فشل سياسة التنمية هي أنا نعتبرها سبب من أسباب، بيشعر إلى جانب عوامل أخرى ديمغرافية وكل، سبب من أسباب أنه مش نقاور وإحنا إزاء النوعية ذي متاع المدارس اللي ما تكونش الجودة التعليم مضمونة فيها، لأنك مش تحاول أنك بإطار تربوي غدوي أنك تجمع معناه تلامذة في قسم باش نقريوهم معناه مستويات متعدة، وهذا كارثي على مستوى الجودة متاع التعليم. واضح سي خميس. الصورة هذه أنا كأنه مشروع أنا كنت نتفرج فيها، كان نقراها بطريقة تأويلية مغرقة في التأويل، كأنه مشروع الدولة الوطنية يقاوم في نفسه المدرسة، تلك المدرسة اللي تعملت في الأرياف واللي خرجت أجيال، اليوم يثمى إرادة في المحافظة على المدرسة هذه، وفي نفس الوقت هذه حالة متاع تصحر ديموغرافي كما أشارت جنان، هذه أيضا حالة متاع نتيجة للتنمية للسياسة التنموية، هذا ايضا ما يخلينش خالين البال من انه المناطق هذه هي المناطق اللي فيها الارهاب، فيها القريبه للمناطق الارهاب، واللي هي مناطق يهربوا لها معناها الارهابيين، وربما يتصنعوا فيها الارهابيين نتيجه الى سوء الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه. اعتقد المدرسه قلت لي في حزوه، اي دونك في على الحدود الجزائريه في ولايه توزر، وحزوة هي كأن القرية حزوة هي مركز أمني متقدم، يعني نعم معناها منطقة أمنية متقدمة على الحدود التونسية، وأن تطلع الدولة الوطنية ببناء مدرسة لسكان تلك المنطقة على ولو حتى وكانوا أقلية، فهذا من واجبات الدولة. صحيح الدولة الوطنية راهنت على التعليم واعتبرته مصعد اجتماعي وكان لها دور وإحنا أبناء هذه المدرسة، ولكن أنا عندما أقرأ مجموعة من المربين يقومون بهذا الدور تماما مثل ما أرى طبيب، معنا مشروع حكيمة أمامنا في قرية حدودية يكون وحده معه أنفيرمي ويمشي كل بباس أحيانا يقوم واجبه، هو يقوم دوره والمرضى ما يجيوش، ولا أمبتي فاكتور معناه موزع بريد في قرية نائية يقوم دوره على بسكليت، يعني هذا 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 دور مواطني حقيقي، هذا دور مواطني، هذا دور مواطني حقيقي، هذا دور مدني رفيع جدا، معناها دور حيث يقوم الانسان بدوره، يطلع بصرف النظر على الوظيفه، بصرف النظر على معناها البعد المادي وكذا، ولكن هذا دور نبيل، دور نبيل، واعتقد ان هذه المدارس يعني نحن في حاجه اليها. احنا احيانا الامم المتحده تقوم مدارس للرفوجي، معناها للمهجرين، تقوم مدارس للزيغان في اوروبا، الغجر معناها عندهم مدارسهم الخاصه اللي تتنقل معهم بالكارفان بتاعهم. فبنسور المنطقه الحدوديه تعيش نوع من التفقر السكاني، ثم ولايات عندها نمو ديموغرافي سلبي مثل ولايه الكاف وبعض الولايات الحدوديه الاخرى، خاصه ولايه الشمال غربي، ولكن تبقى الصوره مبهجه هي، ولكن صوره المدرسه هذه صوره مبهجه، اي تم يعني مقاومه، تم مقاومه اون ريزيست انكور اي سي بيان. يمينة، والله الصوره وحتى كي حكيت على الموضوع هذايا حتى دون لي كوليس، الحقيقة تربي هي من ناحية تعطيني ان اوبتيميزم معناتها، وعندي نظرة ياسر إيجابية كي راه صغار اللي متشبثين بالدراسة نتاعهم واللي الدولة
بنات مدرسة غادي اللي بحكم أنهم ستة صغار ولا خمسة صغار برغم هذا ما استعملتهاش كتعلة مش تهمشهم على خاطر برشا قضايا ساعات نحكيوا عليهم يقولون يا أخي قدام المواطن تونسي معني بالأمر حتى مواطن تونسي واحد حتى حياة واحدة هي حياة مهمة لكن من ناحية أخرى نخاف على خاطر متأكدة اللي العديد من المناطق الأخرى عايشة نفس الليفوليسيون الديموغرافية كو الناحية هذه لكن ما نتصورش اللي قاعدة تحظى باهتمام كيف من هذا مش يعني ما عادش يلزم نهتموا بهذه ما يلزم نهتموا بالمناطق الأخرى وهو سكونسيد مع قضية الصحة زادة في الصحة نفس الشيء تلقى روحك كطبيب مختص أو غيره في منطقة نائية اللي حتى كان أنت تقوم بواجبك في إطار ما فيش حتى إمكانيات مهمتك شو مش تكون في الآخر مهمتك أنك تكون بخمية غنين ترى المريض نتاعك وفي الاخر يتوندونيكم ما عندكش امكانيات باش تبعثوا للعاصمه انا نخمم في الصغار هذوما بنفس الطريقه تمشي يفون لو غارونتير ليتود في ليكول بريمير في المدرسه الابتدائيه باه ومن بعد اسكو في منطقه اللي هي متكون مهمشة من نواحي الاخرى من الناحيه الصحيه من الناحيه الثقافيه على خاطر المدرسه هي التعليم لكن الثقافه هو شيء اخر تنجم تنشا دي جينيراسيون وهذه هي قضيتنا في المجتمع التونسي اليوم يقول لك المجتمع التونسي ما عندوش مشكل في الثقافه على خاطر عندنا اكسي لليونيفرسيتي ليكول مثلا ليزيتود سوبيريور لكن الثقافه هي شيء اخر انا صغار توجينا في منطقه حدوديه في الناحيه هذه انا قبيله الحاجه اللي خممت فيها هو فما ما نعرفش التوانسه كل نتصور يتفكروا السبيتش اللي قام بها الخطاب اللي قام به اللي يقرب للسلطاني الشهيد السلطاني اللي قال اللي يربطنا بالمواطنة هو شيء واحد بطاقة التعريف وانت ما جبتش بطاقة التعريف على فكرة وانا نسيت بطاقة التعريف نتاعي لما حال وعندها علاقة بالمواطنة على هذا عندها علاقة بالمواطنة على الاخر خرجتني اما اللي قال اللي يربطنا اللي يربطنا هو بطاقة التعريف وكهو والضوء كان يخلط الضوء كان يخلط خاطر ناكد اللي فهم برشا مناطق حتى في البلوك اوبيراتواري يقص الضوء مش هذا المشكل اليوم المشكل هو انه كي ناس ما عندهمش الحق في لا سيكوريتي كي العديد من الاطفال يمشيوا للمدرسه ما عندهمش ما يتشرب وعندهم مشكل الليباتيت ا في تونس الالتهاب الكبدي اللي هو المشكل نتاعو عام 2017 هو لو بوتابل الماء اللي يتشرب نجم نقول لك جميل جدا انه سته صغار يعملوا لهم مدرسه لكن الآن مستقبل على خطر هذه الحاجة الباهية مع اللي ريناه توا هو أنها حاجة إيجابية لكن تلفت النظر لعديد المناطق في تونس اللي هي مهمشة لنفس السبب ما فماش العدد الكافي مش تحظى بالاحترام من قبل الدولة حماتي نحب نستنطق ما وراء الصورة نعم لأن الصورة بالفعل هي صورة مبهجة تبعث على الأمل فما إصرار على المعرفة إصرار على محاربة الجهل ولكن السؤال ما وراء الصورة إذا كان فما ستة التحقوا قداش فما من واحد ما لقاش الفرصة باش يلتحق بالمدرسة هذيك لأني أنا متأكد في الحزام نتاع المكان هذاك فما تلامذة فما وليدات على بعد المسافة فوالا ما لقاوش الفرصة باش يلتحقوا بالمدرسة هذيك ألور فما إشكال كبير أنه الدولة صحيح وفرت لهذوك مدرسة اما المدرسه وحده ما تكفيش لا تكفي المدرسه فما شروط امكان باش ينجم يكمل هو يقرا على روحه فهمت ويلقى نفس الفرصه نتاع اي تلميذ اخر في عمره موجود في العاصمه ولا في مدينه اخرى ولكن سي حمادي باش نسالك سؤال الجيل المؤسس للدوله الوطنيه ثم ناس بناوا معناها مدارس في الخلاء موجودة هذه موجودة هي موجودة وصحراء وغيرها والناس اللي بناوا الدولة اللي بنات صحيح الدولة بنات ثم ناس متطوعين هم اللي بناوا المدارس ولكن في نفس الوقت عمرهم ما خموا نهار يتسائلوا على مسألة شروط هذه المدارس في نفس الوقت ولا. يعني مشكلة ما فيهاش ما سالح للشراب ما فيهاش دور نتاع الواحد ما فيهاش ماكلة ما فيهاش ما فماش وسائل نقل توصل ناس تشق بقايا تتعدى مهدة بالذيب ثم شروط أخرى هذه يعني ما يكفيش أني نشوف المدرسة موجودة هذه صورة وفما حفلات وسؤال على كل حال أذكروا بضيوفي موضوعنا لهذه الليلة هل أصبح التونسي يتمتع بالمواطنة ما هي المواطنة هل هناك ثقافة مواطنة ماذا نعني بكلمة مواطنة وماذا معناها أعددنا ل
تأسيس هذه الثقافة، ثقافة المواطنة. أذكر بضيوفي الدكتورة جنان الإمام مختصة في القانون الدستوري، الدكتور خميس بوعلي أستاذ فلسفة، يمينة ثابت، الدكتورة يمينة ثابت إن شاء الله تكمل الدكتوراه متاعك في الطب وهي رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، والأستاذ حمادي العش أستاذ في الفلسفة. نسأل السؤال البسيط المباشر، هل التونسي اليوم مواطن ويستحق فعلا صفة المواطنة؟ سيدة جنان، مشكلة كبيرة هذه. مشكلة كبيرة، لأن نحب نبدأ نعرف نعرف مصالح المواطن. ما ربي يحبكم إيجابيين شوية. لا لا أكيد. خاطر يمينة نقول لك التونسي، هل أنه التونسي يشعر بمواطنته؟ هل أنه التونسي مواطن؟ قلت مهم أنه نبدأ بتعريف المواطن. المواطنة هو معنى، هي من صنف المصطلحات المتطورة، ما هوش مصطلح جامد، ما هوش ثابت، تغير، متطور، متطور. وهو والمعنى اللي نقصده تو هو معناه معنى مركب ومتحرك، وهو وليد معناه صراعات كبيره، وليد مسار، ايضا مسار كبير ياسر بدا من الاف السنين. نحكيو على مواطن لانه ثم دستور جديد في اتجاه تقييد السلطه، في اتجاه الاعتراف للفرد بحقوق بواجبات على اساس المساواه. اذا هذا مسار طويل قطعته البشريه. نعرفوا انه في البدايه كلمه معناها سيتويانتي سي الاصل اللاتيني نتاعها سيفيس، يعني من له او من يعتبر مكون او ينتمي الى المدينه او منتسبا للمدينه، منتسب الى المدينه بطبيعه. ولكن من هالمعنى هذايا الى معنى المواطنه حاليا قطعنا مسافه طويله، لانه لا جنان خلينا في تونس احنا تو، خلينا في تونس باش نغرقوا احنا في الاتيمولوجيا والاغريق ولا بوليس وكذا ولا غورا وغيرها. اليوم في تونس من تاسيس الدوله الوطنيه، وتسمع مثلا رئيس الجمهوريه الزعيم الحبيب بورقيبة عندما يتكلم يقول باسم الشعب أيها المواطنون أيها المواطنات. من تأسيس الدولة الوطنية اليوم بهذا المسار اللي وصلنا اليوم للثورة ما بعد الثورة لهذه المرحلة الانتقالية، تونسي اليوم حس روحه اليوم الكلمة موجودة في الخطاب السياسي، في النصوص القانونية. توجدت يعني منذ دستور 1861، دستور 59، دستور 2014، الكلمة المصطلح موجود. ولكن المعنى ومدى استبطان المواطن للمعنى هذايا، نعم. هذا هو الرهان الحقيقي، لأنه فهمنا أنه لا يكفي أن توجد النصوص القانونية والنصوص الدستورية اللي هي بتبيع أعلى ما يوجد في الهرم القانوني لكي نبني مواطنا. بناء المواطن هو عملية مركبة تقتضي أساسا وجود هالضمانات القانونية، لأنه ما نجموش نحكيه على مواطن دون وجود معناه أساس يضمن له حقوقه. والنص هو أساسي، ولكن ما أبعد من النص هذاك التحدي القوي بالنسبة للدولة التونسية، أنه إلى حد ما أخفقنا فيه. لأنه يا جنان، بما أنك أنت مختصة في القانون الدستوري، اليوم الشيء الجديد في الدستور الجديد التي أفرزته ما يسمى بالثورة التونسية، مش هذا موضوعنا، أنه مفتاح اليوم، المفتاح أو السر، كلمة السر في هذا الدستور هي كلمة المواطنة. القوة في الفصل الثاني الدستور في التوطئة في الفصل الأول، يعني مسألة يعني المواطنة والقيم اللي تقوم عليها من قيم المساواة، من قيم الحق في الاختلاف، ويمين حكيت على قبيلة معناها ضمان حرية الضمير، هذا مهم جدا، من قيم التضامن، لأن المواطنة هي هذا، هي جملة من الحقوق وجملة من الواجبات يجب أن نمارسها بشكل متساوي بين ننبذ التمييز، وأيضا يكون هنالك تضامن، يكون هنالك معناه الاعتراف بالحق في الاختلاف. إذن دستور 2014 من منظور هذايا هو نص مؤسس هام، لانه تتوفر فيه الى حد ما هالضمانات هذه، نعم. الى جانب تبيع ضمانات اخرى لا يمكن ان نتنساوها، كما النصوص الدوليه الامميه والاقليميه. اسمح لي نذكر الساده المشاهدين على الدستور نص الفصل الثاني، خلينا نذكره بالفصل الاول. تونس دوله حره مستقله ذات سياده، الاسلام دينها
والعربية لغتها والجمهورية نظامها. الفصل الثاني مباشرة: تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، إرادة الشعب وعلوية القانون. يعني شوفوا هنا المواطنة تسبق إرادة الشعب، يعني مسألة يعني أساسية جوهرية في دستور البلاد بطبيعة الحال. والمواطنة هي أساسا تقوم على فكرة أنه الشعب هو مصدر السيادة. الشعب هو يعني السلطات اللي تو قاعدين نراو فيهم من سلطة تشريعية، من سلطة تنفيذية، السلطات السياسية الحاكمة تستمد مشروعيتها من هذا الشعب اللي هو شعب مواطني. والشعب إذن هو باش يمارس السيادة نتاعو بشكل معناه من خلال من ينوبه، ولا في حالات سيمارسها بشكل مباشر، لأنه نعرف أنه فما آليات تمكن الشعب من أنه المواطن يباشر أيضا مسألة يعني مشاركته في الحياة العامة بشكل مباشر دون المرور عبر ممثلين مثل تقنيات الاستفتاء أو كل ما يقال حاليا حول آليات الديمقراطية التشاركية. يعني لكن مهم أنه وجود هالسلطات هذوما، وجودهم يستمدوا من سيادة الشعب، من إرادة المواطنين. واضح سيخ ميز، هذا موضوع يبدو بسيط. اليوم نقوله اليوم نقوله عام في سبتمبر 2017 نقوله تونسي اليوم ولا مواطن ولا مازال ما حققش. هذا سؤال انا اعتبره سؤال مشروع في الحقيقه، سؤال مشروع، لان نصوص واحده لا تكفي، لان المقاربه الحقوقيه غير قادره على ان تجيب على هذا السؤال وحدها على الاقل. لماذا؟ سأتناول ثلاث نقاط. النقطه الاولى انه في موروثنا الثقافي كتوانسة، ولكن كمحصل تجربة تاريخية عرب ومسلمين وكذا، معنا خلفيتنا الثقافية، الملة سابقة للدولة، الدين سابق للدولة. نعم. عند العرب. نعم. لم تنشأ الدولة لديهم إلا بعد أن ظهرت الملة، ظهرت العقيدة. ولهذا ظلت كما يقول الفارابي الملة، وظل الموروث الديني، وظلت العقيدة مختلف تفاسيرها وتأويلاتها، دائما هي المرجع قبل الدولة. معناها عندما تعود للتجربة اللاتينية مع روما، قرر الامبراطور الروماني الذي كانت دولة روما جمهورية، تحدثوا على السيفيتاس، قرر باش يرجعها امبراطورية، قرر باش يدخل المسيحية، ولكن بقي هو امبراطور، بقيت روما جمهورية، بقى السيناء، وبقى يعني بقيت الإدارة الرومانية تعمل، أدخلت الدولة كعنصر ثقافي في مكوناتها فقط. يعني لم يكن العكس. بالنسبة إلينا عندنا معضلتان، الأولى أن الدين سابق للدولة، وأن الدين سابق للفلسفة، وهذه معناها عوائق إبستيمولوجية تظل في عقيدتنا ومعرفية تظل قائمة لدينا. هذه نقطة الأولى. ولهذا حتى وان تحدثنا عن مواطنة في خلفيتنا الخلفية الدينية ثم شيء جرنا، ثم شيء ساكن ولو موجود هو هذه الذهنيه اللي قلنا عليها في حدثت المعلمه معناها السويسي مربوطه بعضها. هذه الذهنيه التي اشرت اليها قبل حين والتي تظهر. ولهذا لا يعني انا المعالجه لا تتم بالصد، صحيح تو نتصدي ونهبطوا بيانات وندوا وكل ايه، ولكن الشيء لا زال يعتمل في ذهنيه الاشخاص. علينا ان نقوم باصلاح الذهن كما يقول سبينوزا. المشكل غادي. سامحني باش نسالك سؤال هكا على الطاير هكاك، باش ما خاطر يتفرج في الـ في الـ في جمهوريه الثقافه، باش ما يقولناش يقول لك اوك تجيبوا في المثقفين انتوما وتطرحوا قضايا معناها ضد الدين وكذا. خليني انا نسهل هذا امام الملأ، ينجم واحد يكون متدين وفي نفس الوقت مواطن بطبيعه الحال؟ اي هذا لازم ما المانع، هذا لازم نوضح بالعكس، على خاطر يقول لك انتوما اي بالعكس المواطنه يقول تجربتين ثمش خطنا. يعني ما ثمش تناقض لما ليس هناك تناقض، ثم تجربتين، ثم تجربه اوروبا القاريه اللي تقوم على اللائكيه، فصل الدين عن الدولة، وثم التجربة الأمريكية اللي تقوم على الاسبري كومينيتاري. الكومينيتاريزم معناها تعيش في كومينوتي تحتفظ بعقيدتك وبوجدانك وبمشاعرك وماورائياتك وروحانياتك، ولكن عندما تخرج إلى المجتمع عندك قوانين تحكم فيك، عندك قوانين تحكم فيك وعندك واجبات، عندك قوانين فيها حقوق واجبات، وحقوق واجبات. يعني هذا لا يتناقض مع الآخر. أنا تحدثت عن ما يعتمل في أذهاننا ولا يزال قائم كمعطى ثقافي عائق أمام قبولنا لفكرة المواطنة واحتكامنا للقانون. لأن الذي يعتقد أن الأولوية هي للتشريع الفردي الخاص به هو، عندما يخرج إلى المجموعة
يحتفظ بنفس الأولوية ويقول لا يجب أن تعامله، لا، الفضاء العمومي والشأن العام يجب أن نحتكم فيه إلى القوانين المشتركة. هذه نقطة الأولى. نقطة ثانية كان تسمح أن المواطنة عندما حاولت الدولة الوطنية الحديثة ليس في تونس فقط، والتجارب الإصلاحية الكبرى تونس ولبنان يعني في الشام وفي مصر مع محمد علي، ولكن الدولة الحديثة في المنطقة العربية والدولة الوطنية بليتو حاولت أن تبني فكرة المواطنة انطلاقا من مشروع، مشروع تربوي، مشروع ثقافي، مشروع سياسي. صحيح في جوانب الكبيرة كان استبدادي، حتى وإن كان المستبد نوعا ما مستنير، ولكن كان استبداد، ولكن كان هناك حامل ثقافي من بين أركانه المدرسة، من بين أركانه السينما، من بين أركانه المسرح، من بين أركانه الكتاب. اللي اليوم نحكي ونقول الحقوق الاقتصادية لم يعد لدينا إنتاج ثقافي، مش مشروع ثقافي. احنا خرجنا من دولة الدولة الوطنية من المشروع الثقافي إلى قبل 20 سنة الإنتاج الثقافي ذو البعد البرغماتي، واليوم لم يعد لدينا حتى الإنتاج الثقافي. ترى اليوم أنه ما ثماش مشروع ثقافي. ليس مش مشروع، ما ثماش حتى إنتاج ثقافي. ثماش حتى إنتاج. لا ما عندناش مشروع تماما. من يطرح هذا المشروع؟ وزارة الثقافة؟ لا. ماذا ترى في وزارة الثقافة؟ لا بطبيعة الحال من يطرح على وزارة الثقافة؟ لا ليس الدولة عندها مشروع ثقافي. الدولة الحديثة، الدولة اليوم السياسيون لم يطرحوا برنامج ثقافي. معناها انظر برامجهم سجد ان اخر اولوياتهم هم عندهمش برامج اقتصاديه، مش برامج ثقافيه. ان شاء الله باش نعملوا حلقه في جمهوريه الثقافه على موقع الثقافه في البرامج الاحزاب السياسيه. ولهذا النقطه الثالثه هو التناول الحقوقي. معناها انا ارى فيه ترو دو جوريديزم في الحكايه. معناها مهما شو جوريديزم هذا يعني عندما نعلي كثيرا عندما نعلي فقيش في القانون، فقيش في القانون، عندما نعلي كثيرا من شأن ما فذاك يعني أنه واقعيا ضحل. عندما نكثر من الكلام ومن التنظير فذاك يعني أننا واقعيا. مش حكم على النوايا هذا شوية. لا مش حكم على النوايا، هذا واقع. يعني عندما نتحدث عن القانون وأجيال حقوق الإنسان وأجيال المواطن والمواطنة الاقتصادية والحقوق الاقتصادية والحقوق البيئية والحقوق الكونية، وأنا مواطن كوني، والشراكة والأمم المتحدة والتشريع الدولية والستيرات، إيه وماذا نجد في الواقع؟ ماذا نجد؟ أنا لا أعتقد أن هناك مواطنة بدون وطن، بدون وطنية. أنا أعتقد أن الركيزة الأساسية للمواطنة هي الوطنية. إذا غاب حب الوطن، إذا غاب الانتماء للوطن، لا أستطيع أن أتحدث عن الكونية دون خصوصية. صحيح صحيح. وأنا كمواطن عالمي لا أستطيع أن أكون قبل أن أكون مواطن عالمي وأشترك مع الفرنسي ومع الياباني ومع الأمريكي. ولا في بلادي حد شيء. ما أنا في بلادي حد شيء. أي. ماذا أقدم لبلادي؟ دونك هذوما باعتقادي في روحي يعني ال- 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 العوامل يعني كعوائق. أي. اعتبرها كعوائق لبناء فكره المواطنه على الوجه السليم. يعني هذه نقائص، هذه سون دي زانديكاب. لمين تفضل. والله انا فما شيء اللي ياسر سمح لي خليني نفسر للناس. أي. انت رئيسه جمعيه تدافعين على الاقليات. أي. بمعنى ان هناك اقليات في المجتمع التونسي تذوب حقوقها في اطار الحفاظ الشامل على الأغلبية، ما هكا ولا لا؟ وهذا في قلب المواطنة، مما يعني أن هناك أقليات لا تتمتع بهذا الحد الأدنى مما حققناه من مواطنة. بطبيعة أنا مش نعقب على شيء. أول هو دستور الفصل الثاني من الدستور التونسي. أي نعم. يوفى بشنو علوية القانون. أي نعم. يعني اللي هو الدستور هذا هو أكثر شيء يعبر اليوم في تحت الجمهورية الثانية عن إرادة الشعب التونسي. صحيح. يعني يمكن يحكي باسم إرادة الشعب التونسي. كان فما شيء موضوعيا يعبر عن إرادة الشعب التونسي هو دستور خرج عن لزيمة الشعب التونسي. هو في الفصل الثالث. الفصل الثالث يقول لك الشعب هو صاحب السيادة. Exactly. ومصدر السلطات يمارسها بواسطة بطبيعة الحال نواب. يعني أنا في علاقتي كمواطنة تونسية بمواطن آخر الشيء الوحيد اللي يجمع ما بيناتنا هو انتمائنا إلى الدولة التونسية، والحاكم الوحيد والفاصل ما بيناتنا هو الدستور التونسي اللي يمتد شرعيته من الشعب التونسي ذاته. متفقين على المبدأ هذا في انتيوري. من النقائص اللي ضحيتها الأولى هو الشعب التونسي، يعني غريبة الأمر هو الضحية الأولى هو الشعب التونسي. باش نجيو للتدريس والتعليم، حكينا بدينا بصورة مدرسة، نحكيو نرجع للمدرسة. أنا قريت في المدرسة العمومية ليدوكاسيون بوبليك، مع المناش مبادئ المدنية، بل جمع المدرسة أخلاق. نعم. عماش دخلت المدرسة أنت؟ انا
ما عادش نعرف روحك تدخل 96 96 على 96 مولود عام 90 انا دخلت تي ما انت بو 27 سنه تيليكوم مش هذا المشكل. المشكل هو انه حتى كنا نحكيو على الاخلاق علاش نسال فيك علاش دخلت المدرسه يكون فما دو زيبوك ديفيرونت سي سور لكن المشكل ملي ما نصورش فما دي زيبوك ديفيرونت على خاطر مش نقول لك اللي احنا اليوم في التربيه ما فماش تدريس المبادئ والمواطنه بل حتى كي حكينا عن الاخلاق الاخلاق كانت تابعه التربيه الاسلاميه دونك حتى في تربيتنا وفي نشاتنا تو سكي في علاقه بالمبادئ والاخلاق عنده مرجعيه دينيه دونك هو كي مش يكون اخي اطفال البارح هما لي زادول دو دوما العباد الكبار نتاعنا الاخر اللي يولي يجمع تو سكي ايجابي تو سكي اخلاقي بالدين ولا ما يجمعوش بالمواطنه. نعطيك ان اكزامبل اللي هو يمكن الناس الكل يضحك شويه يمكن يبكي برشا هو الفضلات في الشوارع التونسي. اي نعم باهي الفضلات فما صورة في المواقع الاجتماعية ريتها اللي هي تعبر على الاخر فما شكون في لي ريزو سوسيو شبكات التواصل الاجتماعية كاتبين متى ما ترميش بالفضلات نتاعك هوني على خاطرها تمس بحقوق الغير وتمس هكا الجملة متى تعبر عن احترام الدنيا معبية بالفضلات وحيت اخر مكتوب عليه الله لا تربح اللي طيش الفضلات ما طيش حد فضلات هذا ياسر معبر راهو هي في ربي يعطيه كونسير مثلا معناتها الخرافة يعني الخرافه والمرجعيه الدينيه او غيره خرافه علاش مش ثقافه يعني مش بالضروره كل حاجه هي ثقافه هي ثقافه نوعا ما يعني المبادئ مهمه الثقافه الدينيه غير هي ماهيش ثقافه دينيه ما تصورش الدين الدين ما عندوش علاقه هو مقتنع بالثقافه الدينيه هي مش ثقافه هي ما نعتبرش اللي ما نعتبرش اللي الله ما نعتبرش اللي الله تربح طيش فضلات ثقافه دينيه انا ما نجمش نربطها بحتى نوع من انواع الثقافه نربطها بنوع من انواع الخرافات لكن هذا مش موضوعنا. هذا سيتي مثال صغير هو انه في اقل الاشياء هو احترام المواطن الاخر في الاحترام للبيئه واحترام للمواطن في علاقتك به. اليوم منزلنا ماناش مقتنعين ان الفاصل الوحيد بين المواطنين هو القانون وهو الدستور التونسي. نعطيك مثال اللي هو احنا كجمعيه تونسيه لمساندة الاقليات نواجهوه كل ديما. الحاجه اللي نحب نكرسوها في كمجتمع مدني هو انه منطق باغ اكزومبل الحريه الشخصيه يعني المواطن التونسي كيقوم بواجباته ويحظى بحقوقه من حقه انه يعيش حياته الشخصيه بالطريقه اللي هي تناسبه. لكن مازلنا ما بعدناش على لو ديسكور موراليزاتور مازلنا ما بعدناش على الديسكور الديني. نذكر اللي في القيروان عندما تم حبس شباب توانسه بتهمه اللواط على قاعده الفصل 230 من مجله من الكود بينال تونيزيان جابوا في السجن جابوا لهم امام ما جابوش للي قتل روح ما جابوش للي اغتصب ما جابوش للي قتل عبد اخر بل جابوا للمثليين الجنسيين امام يمكن مش يقوم بعمليه اكزورسيزم ولا مش يعطيهم الاخلاق حسب المرجع الديني. اي لانه ثم ثقافه دينيه ثقافه دينيه انا نقول لك بالنسبه لي انا مبدا المواطنه هو الاحترام الكلي للقناعة الدينية مش نفي لذلك بالعكس بالنسبة لنا احنا المبدأ المواطنة ومبدأ احترام المواطن التونسي هو احترامه في ممارسته لقناعاته الدينية وليست لقناعاته للدين الواحد. يعني حرية الضمير اليوم اللي موجودة في الدستور التونسي فصل 6 من الدستور التونسي تضمن للمواطن والمواطنة التونسية حقهم في ممارسة شعاراته وعقائده الدينية. من حقه انه يمشي للجامع هذيك نفسه اللي هي ما تمنعوش انه يمشي للجامع هي نفسه اللي تحمي المراه اللي تلبس حجاب من انها تتعرض لعديد من التعديات ولا التشكيك في قدراتها ولا غيره هي نفسها اللي ضامنه لدين الاغلبيه ولا دين الاقليه. فيما يخص الاستاذه سويس اللي ريدي تعرضت له راهو كان نجم يتعرض له استاذ انه كانوا نجم يتهموه بالتطرف الديني. باهي لا يمينة بناء على كل هذا بناء على هذه الوضعيه وربما نقعدوا للصباح نشوفوا الدياغنوستيك يعني ثم حالات اي مشكله سنون فيني با لكن نرجع ديما نفس المشكله. انت قادره انت اليوم تجاوبني اليوم على السؤال اللي طرحناه ببساطه اليوم التونسي مواطن ولا مش مواطن؟ التونسي مواطن وغير واعي بمواطنته كما تكون عندي حقوق يعني غير واعي يعني المساله غير واعي غير واعي معناتها مش على خاطر غير واعي من غلطه هو غير متشبع بالمواطنه نتاعه كما فيما العديد من النساء التوانسه يتعرضوا للعنف كل يوم وعندها حقوقها مدستره ومضمونه في القانون وهي ما تعرفش
اللي دروسها اللي سمحني اللي حقوقها مضمونه، يعني ما قيمه طب شغل حقوق وانت ما عندكش معلومات الكافيه مش تعرف اللي حقوقك مضمونه. يعني المواطن التونسي اليوم من الناحيه القانونيه من الناحيه الدستوريه مواطنته مضمونه، لكن محروم اليوم انه يتشبع بالممارسه للمواطنه هذه في حياته اليوميه. نجموا نوزعوا الكلمه من حقك استاذ حمد باش نجاوبك على سؤالك، معطيني شويه فرصه معنا. اي خطر بارك الله عليها يمينة بكري الاستاذه حابه ترجع تعمل تيمولوجي تاع كلمه مواطنه. بون قلت لها هات نجاوبوا على الموجود توا. نرجع حاجه صغيره. اي نعم تفضل. باهي مفهوم المواطنه مفهوم عنده جذوره التاريخيه القديمه وارتبط بفكره المدينه ولا مفهوم المدينه خصوصا عند الجراج عند اليونانيين. عند اليونانيين شنو تعني؟ تعني فكره تساوي، خاطر وقع اقصاء الاناث والاطفال، به تساوي الذكور في المشاركه في تدبير المدينه. معناتها اهم مقوم من مقومات فكره المواطنه هو المساواه به والمشاركه الفاعله في الحياه العامه. به هذا شنو يعطيني؟ علاش رجعت انا باش نجاوبك على الكلام اللي قلته بكري. اي نعم. الور لا حديث عن المواطنه فعليا في اطار لا في دوله بورقيبه ولا في دوله بن علي. هذا حابين انا نقول هذا قبل كل شيء، لانه هل المساواه نتاع المواطنين امام القانون حقوقا وواجبات ريالمون ما كانش متوفر. به وعمرنا ما شعرنا المشاركه احنا مواطنين المشاركه الفاعله في الحياه العامه مش متوفر. به كان تونسي حضوره في الحياه العامه حضور سلبي. صحيح. واذا كان يحب يكون ايجابي يعرف شنو يستنى فيه بالضبط. باهي. اذا كان مش نحكيو على المساله، باش نحكيو عليها بارتير من 2011. اي. ومش نسالوا وقتها السؤال اللي طرحته انت، اسك سيفري المواطن التونسي مواطن؟ على الاقل في السبع سنوات هذه في المرحله الانتقاليه نسموها احنا. باهي. انا باش نجاوب. انا بالنسبه لي احنا لا كنا مواطنين لا في اطار دوله بورقيبه لا في دوله بن علي لا بعد 2011 اللحظه الراهنه لا لسنا مواطنين. حتى في هذه وباش نقول لك علاش. باهي. لانه ما يكفيش انك انت ترسخ المواطنه على مستوى النصوص القانونيه وما توفرلهاش شروط امكان تسديدها فعليا في الحياه العامه باش نجم نحكي انا على مواطن. لانه المواطنه مسار بالنسبه لي مسار ديناميكي والمسار هذا مركب كما اشارت الاستاذه ويفترض في نفس الوقت مسؤوليه للدوله ومسؤوليه نتاع المواطن. مشروع يتشاركوا فيه الزوز. واذا كان يخل طرف من الاطراف بالشروط هذه اوتوماتيكمون الطرف الاخر باش يخل بالشروط الاخرى. هاو شو معناتها؟ معناتها اذا كان المواطنه تضمن به تضمن لي حقوق متساويه مع بقيه المواطنين وفي نفس الوقت تلزمني بواجبات واولها واجب دفع الضرائب قبل كل شيء. اي باهي. هذه مشكله كبيره هكا ولا باهي. والدوله ما توفرليش حقوقي ريالمون مش في مستوى النصره. حقوقي المدنيه والسياسيه والاجتماعيه والثقافيه فعليا. اذا في المقابل باش تلقى المواطن اللي مع ثقافه المواطنه ضعيفه برشا. عندنا مش التوانسه راهو عند العرب المسلمين. صحيح. كما اشار الدكتور. باهي. الور اوتوماتيكمون باش يخل الفرد بواجباته تجاه الدوله. وقت اللي تجي انت ما توفرليش مثلا ظروف باش تهزي الفضلات من قدام داري مثلا. باهي. خدمات هذه معناها الخدمات هذيك العامه. كيفاش تحب انت الفرد هذاك باش يلتزم فوالا باش يمشي هو يخلص الزبله والخروبه. ولكن كيفاش تفسر لحظه كي نشوف انا سامحني. اي اكمل برك جست تم حاجه مرات في تصرفات التونسي توقف المخ. كيفاش في نفس الوقت نحط لك بوبال انا وتجي تحط الزبله حذاها وما تحطهاش في البوبال؟ موني قلت لك انا المسؤوليه راهي مشتركه. فهمتني كيفاش؟ اي مسؤوليه مشتركه. وقلت لك قبيله راهو الوعي نتاع التونسي نتاع العربي بصفه عامه. أينا. فكره المواطنه راهو ليميتي لانه المواطنه مفهومه عند الانسان العربي بصفه عامه مفهومه بطريقه مغلوطه. تعرفش المواطنه عند الانسان العربي حقوق دون واجبات. باهي. لكن ما يعنيش هذايا انه نرميو المسؤوليه احنا على المواطن وننساو زاد دور الدوله. وقت الدوله ما تضمنش الحقوق نتاعي انا اللي قلت لك عليها كل سي نورمال بالمقابل باش تلقى كيف المواطن ما يلتزمش بالواجبات نتاعو. باهي. واليوم علاش قلت لك ماناش مواطنين؟
هات ناخذوا امثله احنا مثلا المشاركه الفعله في الحياه السياسيه اللي تعني فيما تعنيه حق مثلا الانتخاب والانتماء للاحزاب الى اخره. كيفاش نحكي على مواطن مستعد باش يبيع صوته بكردونه نتاع طماطم ولا مقارونه؟ ما ينجمش يكون مواطن، لانه المواطن الحقيقي هو اللي يشارك في الحياه السياسيه عن وعي بالبرامج نتاع الاحزاب، وكي يختار يختار في برنامج. الور حبوا يتقال الكلام هذا اي وصل. كيفاش نحكي انا على مواطن وقت اللي الدوله لا تتحمل مسؤوليتها في متابعه في ملاحقه الناس اللي تعمل تهرب ضريبي؟ سي نورمال باش تلقى في المقابل مواطن ما يخلصش الضريبه. الور ما فماش. الور المواطنه شنو هي تولي؟ المواطنه مش وضعيه جاهزه. المواطنه هي المنشود، هي ما نسعى اليه ويتطلب اجيال وراء اجيال. طبعاً. من الوهم راهو نتصور وقت اللي نقولوا صحيح عملنا دستور يضمن المواطنه ولينا مواطنين. واضح واضح. ولكن متفقه تماما. معناها متفقه متفقه. سي حمادي نصفقه ما ثماش منها الحكايه نتاع فما في مستوى النص. ولكن رغم ان النصوص في مستوى النص حتى في النصوص فما ما يتناقش. في النصوص فما ديفينيسيون نتاع المواطن التونسي هو العربي المسلم، الغير ما فماش عنده. ولكن خلينا نسمع لا لا خلينا نكونوا متفقين انه حسيت انه فما قلق شويه من الدور اللي يلعبه القانون في خلال المسار التاسيسي. لا لانه هذايا مش بعلاقة الكلام اللي قاله الدكتور، ولكن حكيت الدمج ديال القانونية. لا لا لو جوريدي خاطر دائما يعاب على المسار التأسيسي في تونس انه سيطروا عليه، وسيطر عليه الخطاب القانوني وسيطروا عليه اهل القانون. وانا مش على خاطرني لا ما يسالش بكل بكل موضوعيه. احنا نناقشوا في موضوع بكل خلينا نكونوا موضوعيين. ما كتبت الدستور ما كتبش الدستور بالطبيعه ولكن كناشطين في جمعيات وكقانونيين حاولنا انه معناها نرفعوا من سقف الحقوق والحريات المضمونه دستوريا. وهذه المساله كانت صحيح معناها مسألة تتصل بمعركة حول نصوص، وأحنا نؤمن بأهمية النص على الرغم من أنه واعين كقانونيين أنه غير كافي، لكن المجتمعات خاضت معناه معارك كبيرة من أجل ضمان حقوقها في نصوص تكون حجة المحكومين إذا الحاكم. هذه معارك خاضتها أوروبا، خاضتها بريطانيا، خاضتها مسار طويل. مسار طويل ما تنجم أنت يعني تكون أو تبني مواطنة على أسس صحيحة إلا ما تكون عندك حجج مكتوبة مدونة. لماذا دونت الدساتير من اللي كانت منظومات عرفية؟ لماذا وصلنا إلى تدوين الدساتير؟ لأنه هذيك هي اللي مش تضمن ضمانات. خلينا نكون متفقين على أنه ضمانات المواطنة صحيح تقول لي لابد أنه يكون فما وعي وتجذر الوعي بها وتملكها الشعبي الثقافي، هذا لا جدال فيه. ولكن من جهة أخرى ضمانات حقوق المواطنة تقتضي دولة قانون، تقتضي دولة مؤسسات، وتقتضي نظام ديمقراطي. واضح. وهذا هذا لا يكفي. متفقين. الدليل على ذلك أنه بريطانيا لا يحكمها دستور. ولكن عندها مجموعة أعراف مدونة. لا 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 فما إعلانات الحقوق، فما إعلانات ولكن الحقوق طويلة في التاريخ. دونك يتعلق الأمر بثقافة. لكن المنظومة البريطانية منظومة تبقى فريدة. لانه التوجه نتاع 99% من الدول مشى في اتجاه التدوين. تدوين الدساتير. لانه التاريخ البريطاني لا مهم جدا التدوين بطبيعه الحال مهم. وهذاك اللي نجم ربما الاستاذ يحكي على روح القوانين. ولا لا متفقين انه احنا ما لازمناش نقلوا في الامور الشكليه. التاسيس راهي مش مساله مجرده، خاطر التاسيس في ظل موازين قوى معينه في البلاد. عندما تم التاسيس مثلا، عندما تم الاعلان عن حقوق الانسان والمواطن في 14 جويلية 1789 بعد افتكاك حصن الباستيل، كانت هناك موازين جديدة. صحيح. كانت هناك طبقة صاعدة من البرجوازية، من الأطباء، من المحامين، من المهندسين، من الحقوقيين. صحيح. من الصناعيين الجدد، من الفنانين، من الصيارفة، من الكتاب والفنانين والفلاسفة. يعني يتعلق أمر فعلا بصراع تم الانتهاء فيه إلى التدوين، مش منا قدمها الحاكم أو صيغة من الصيغ. إبراهام لينكولن حتى يزيل العبودية اشترى نصف الأصوات. نصف الأصوات اشتراها بالمال، وقام بجميع الدسائس اللازمة حتى يغيب هذا. يعني
فكرة سي حمادي على الأمر يتعلق بميزان قوى، ما هي المعارك التي خذناها نحن كشعب تونسي حتى نحقق المواطنة؟ أظن أنه خلال المسار التأسيسي كانت فما معارك، الدستور الحالي مع احترامي معناه لرأيك، الدستور الحالي حمل أوجه، نقول لك برشا نستطيع أن أول مؤوله بطريقة مسار مهم على الأقل تاريخيا على مستوى كتابة القوانين الدستورية. تطور معناه نسخة جوان 2013. ثم بلدان أخرى ما عندهاش هذه التقاليد. لا نعرف يعني عندما ننقد هذا نحن ننقد هذا من جهة الحصيلة التي نحن عليها، من جهة ما كنا بصدده من أمثلة. المواطن عندما يشعر أن معناها عندما نقف أنا في منطقة ممنوعة يخطيني، وعندما يعتدي العون الأمن يخطئ يتم هو زاد القاضي وقفه. هذه ثقافة المواطن، المواطن يحب يراها فعلا، معناها فكرة العدالة، فكرة المساواة أمام القانون، فكرة احترام القانون. المواطن التونسي ينظيف في داره، ما خارج داره صحيح. يحط الموبقات الكل، ما عادش عنده وقت يعني هذه الثقافة هذه الثقافة تحتاج إلى عمل. وأنا أعتقد أن المدرسة ربما أنسى يمينة يعني لم يكن لها الحظ الحسن حتى تدرس عند معناها مدرسين يعني يفصلوا بين ما هو ديني وما هو مدني. مش غلطة المدرسين، ما نحطش الغلطة على المدرسين، نحط الغلطة على النظام. لا شوي لا لا شوي لا لا المدرسة عندها برامجها وعندها معناها، والبرامج موجودة، معناها تدريس المدنية وتدريس المواطنة وتدريس كذا، يقرأوا حتى البلدية ويقرأوا كذا ويقرأوا كذا، ولكن ربما يتكون في وعي الطفل خلط من جهتي أن هذه القوانين ليست قوانين أرضية ومتفق عليها وموضوعة وضعية سترى، وإنما هي مربوطة بالحلال والحرام. الوقت انتهى، نخلط بين الحق والحلال والحرام. الوقت انتهى، خلينا توا اليوم الوضعية اللي احنا نجيك احنا باش نختموا خاطر الوضعية احنا اليوم هذه بكل معطلاتها وبكل تردداتها، هذه المرحلة الانتقالية ثماش على الأقل ما يمكن اعتباره بصيصا إيجابيا الأمل لأنه لتحقيق هذه المواطنة التونسية يمين صدق. جست مش نعطي اون غمارك فيما يخص باختزال شديد، باختزال صحيح. أكثر مرة المواطن التونسي ورى فيها احترام لغيره وانضباط واحترام يمكن للمواطنة هي كانت بعد 14 جانفي في 2011 وقت اللي كان فما غياب كلي لكل أنواع السلطة، ورغم ذلك يشد الصف قدام البلاصة يشد الصف قدام البلاصة واحترام القانون. وقتاش؟ وقت اللي كان فما شعور بانتماء وقضية كومون، قضية مشتركة بين المواطنين التونسي. أكثر مرة ريت المواطن التونسي منضبط هو بعد 14 جانفي في 2011 وقت اللي ما فما لا مركز لا سلطة واضحة، بلاد كملت خدمة وحدة بإرادة. احنا يمكن اللي ناقصنا كمواطنين توانسة هي اون كوز كومون، هو الشعور بالانتماء وراء قضية. نحسوا بالانتماء وقتاش؟ بعد إرهاب، بعد كارثة مشكورة البلاد. مشكورة مش كان في لا مش كان في تونس، في العالم كامل. علاش؟ على خاطر فقدنا بالشعور الانتماء للوطن بصفة يعني ثم ثقافة الانتماء، ثقافة الانتماء إلى الوطن. ثم شكون يضحك عليك تقول له احنا التربية الوطنية ولا التربية مهمة؟ علاش يضحك عليها؟ على خاطر تم استعمالها سنوات كاملة، تم استعمالها سنوات كاملة عندها واحد وغيره. عصبت عندها صورة مهترئة ضربوا تونس قداش قعد مش رجعوا له قيمته، ضربوا تونس قعد أسوسيي الشعبة في فرنسا، ضربوا فرنسا أسوسيال فرون ناسيونال. ثم العديد من الأطراف السياسية اللي دنست السمبول اللي صحيح. احنا يلزم صغارنا واحنا نكونوا أتشيلهم. العلم عمل عليه حصره في جمهورية الثقافة. تفضلي. مش نجاوبك على سؤالك، ما ملاحظة صغيرة على اللي قالته الدكتورة. النص تأسيسي هام جدا، ما مش نناقشوا فيه هذاك. لكن وحده لا يكفي، لأنه مش بمجرد أنه نكتبوا النص يتحول واقع ملموس، بدليل أنه احنا كان عندنا نص محترم راهو دستور 59. نص محترم ولو احترم لكانت توفرت المواطنة. معناتها كي ترجع للنص، النص يوفر شروط إمكان تحقيق المواطنة، دستور 59 باه رغم النقائص اللي فيه، لكن عشنا مرحلة كاملة وما فماش ريال مواطنة. إذا النص لا يكفي، وحتى النص الجديد وحده لا يكفي إذا كان ما توفرلوش آليات تسهيل وتحقيقه، واللي هي آليات معقدة ومربوطة بدور الدولة ومربوطة أيضا بالوعي متاع المواطن. ووعي المواطن ما يتبدلش في نهار وليلة، لأنه تربى فما ثقافة كاملة تجر وراه. ألور لنصوروا أنا وجاوب على سؤالك للأخراني، وجاوب على سؤالك به أنه نحن سنناضل من أجل مواطنة وستتمتع بها الأجيال القادمة ولسنا نحن. واضح. جنان تفضل. تفضلي ما عادش وقت، فوق الوقت. لا انا
بالفعل انا نظن انه بناء المواطنه هي متفقين على انه مسار وفما وفي مستويات مستوى الاني هذايا من خلال النصوص لانه النصوص القانونيه قاطره للتغيير وغيرت غيرت معناه معناه واقع مجتمعات بالتدريج لكن القانون كقاطره للتغيير لوحده غير كافي لانه معناه فما المسار الاخر مسار ثقافه المجتمع ممارسات لابد انها تتطور وهذه تاخذ وقت لكن مهم انه تكون فما نصوص موجوده او فيها مقومات او تضمن مقومات للمواطنه وتحط ضمانات للمواطنه لان ما كنا نفتقد اليه في تونس منذ دستور 59 الدستور عدد الحقوق ولكن ضمانات مثلا من بين ضمانات استقلال القضاء من بين الدستورية انه عندك ما عندناش محكمه دستوريه القضاء لم يكن مستقلا ما فماش اليات تعديليه في الهيئات الدستوريه ولا نزاهه الطبقه السياسيه انه فما العمليه السياسيه الانتخابيه تكون تنافسيه هذا لم نعشه الفضاء العام تملك الفرد للفضاء العام هذا زاد كنا مضروبين على ايدينا لانه تعرف بعد على كل حال الفضاء العمومي الفضاء العمومي من خلال المشاركه في الحياه السياسيه من خلال حريه التعبير من خلال انك تحرك وتكون عندك مسيرات مختلف اوجه التعبير ومختلف اوجه النشاط ضمن الفضاء العام كجمعيات مهم هذا جدا هذا ما كانش موجود على ذاك يعني مساله انه معناه تملك الفضاء العام معركه حقيقيه احنا عشنا لمده عقود في الفضاء الخاص وحتى لو كان مش حكي في الشان العام بسرقه لانه هذا فيه متاعب تجي نجموا نحكيوا نقولوا اليوم انه حنا اليوم عندنا لبنات نجموا نبنيوا عليها من اجل تاسيس هذه المواطنه من ناحية القانونية ومن ناحية الممارسات طيب ثم لبنات إيجابية نجم نبنيو عليها ولا لا؟ لبنات إيجابية أنا نتمسك بها لأنه المواطنة هي الحقوق والواجبات اللي مضمونة واللي لازمنا نتمسكوا بها وما نقولوش ما فما حتى شيء صار لأنه هذاك لازمنا نتمسكوا به ولازمنا من النص نرتقيوا به إلى أنه يكون واقع معاش واقع فعلي المساواة موجودة في الدستور ولكن نعرف أنه على المستوى المعيشي معركة كبيرة من أجل أنه المساواة هذه تكون فعلية وأنه النساء كما الرجال يكونوا مواصلين مراكز صنع القرار صحيح. وأنه الشباب يكونوا قوة فاعلة هذا الكل معناه ما بين النص وتطبيق النص ما بين الحقوق المضمونة في النص وما بين واقع فما فجوة ويظهر لي المعركة الحقيقية هي كيفاش هك الفجوة هذيك تتقلص ما بين حقوق المضمونة قانونيا وتمتعنا بها وممارستنا الفعليه هذا هو المعركه معركه انه معناه انه الحقوق هذه تولي واقع ملموس وفعلي وبذلك اظن انه نكون سرنا نحو بناء المواطنه. وي انا اعتقد انه من استقراء التجارب المقارنه ثم شيء تعمل لا ثم شيء تعمل بين ما نقولوش معناها لسنا عدميين الى هذه الدرجه حتى حمادي مش عادمي راهو حمادي لا لم اقل حمادي حمادي متشائم فقط لا متشائم يعني متشائم يعني يضع احترازات وشروط وهذا من حقه يعني ثم فرق بين ان نخوض معركه ونحقق مكاسب ونقننها هذا ما تقوم به الشعوب الحيه وبين ان نكتب نص في صحوه هكا في نشوه هكا معناها كما يقول ديكارت لمحه من لمحات الذهن ثم نخوض سنوات لتحقيق ذاك النص هذا ثم فرق اساسي صحيح ثم فرق ولهذا اعتقد انه هذا النص كممكن لحياه مستقبليه لحريه لقيام مواطنه لقيام مثل نعيش من اجلها ولقيام معناها حياه حقيقيه يحتاج الى مشروع مشترك يحتاج الى ادوار مختلفه ادوار مدنيه كما ذكرت الاستاذه ادوار مفكرين ادوار المدرسه ادوار ثقافيه أدوار معناها فاعلين صحفيين صناع رأي سياسيين يعني رغم أني معناها من البدء نتهم الحلقة السياسية وليس لنا الثقة الكاملة في الحلقة السياسية لماذا؟ لأن السياسة ذات رأيعية بطبيعتها والسياسة ذات منحة دائما يغلب عليها براغماتي وإيديولوجي معناها بالمعنى السلبي للكلمة ولكن رغم ماكيافيلي بين ظفرين ولا يعني لم اقل الوصولي يعني قلت الذرائعي والبراغماتي يعني ولكن اذا كان ذاك شأن سياسي فلابد ان يكون هناك مكافئ له حتى يكون هناك نوع من الامان الثقافي لننتج المواطنه ولنعيش المواطنه يعني لابد ان نؤمن
مجموعة بيئة تربة تنتج هذه المواطنة لتتحقق. يعني دون هذه البيئة نزرع المواطنة ولكن يكون المنتوج هزيل ربما. جميل، أنت تساهمين في تأسيس هذه المواطنة؟ موديستومون، المجتمع المدني بصفه عامه واي مواطن تونسي يساهم في ذلك من مربي وطبيب ومجتمع مدني وغيره. اليوم انا نتصور اللي تونس ما نساوش اللي احنا في فتره انتقاليه. احنا ديمقراطيه ناشئه نحبوا ولا نكرهوا، وكما يقول جرامشيو في بينومبر، احنا كما يخرج منها الايجابي يخرج منها دي مونستر، معناتها اوني اون بلان بينومبر حسب جرامشي، دونك اوني اون بلان دودون. اليوم في المجتمع التونسي ولا في الطبقه السياسيه او المجتمع وغيره، وكما قلت لك يمكن نفقدوا الشيء اللي هو الشعور بالانتماء الى الوطن، لكن هي سيتا كونترا سوسيال بين المواطن والسلطه. أي. تعطيني نعطيك، سي كوم سا كسا، سي ان ايشونج، سي بيلاتيرال. اليوم عندنا ضمانات في الدستور التونسي اللي هي احنا نحييوها ونظن من اجلها، بما في ذلك ضمان حريه، ضمان حريه الضمير باغ اكزومبل. لكن في نفس الحين عندنا الفصل 74 للدستور التونسي يقول لك يلزمك تكون مسلم مش تترشح لرئاسة الجمهورية. وهون يقيد حق من حقوق المواطن التونسي ب بكونديسيون دينية متناقضة بشرط ديني متناقض مع فصل السادس في حد ذاته. ثم تناقضات في الدستور، ثم تناقضات بطبيعة الحال، لكن من ناحية أخرى ثم محكمة دستورية اللي موجودة هوني كضمان كومبويت سوفتاج مش نصلحه يكون النقائص. لا، والأهم هو المجتمع المدني. لكن المجتمع اليوم مجتمع مدني عنده دور هام جدا جدا في بناء الديمقراطية. لأنه لو موقفش المجتمع المدني في مثال فايزة سويسي راهو تعمد في المدارس الحكاية نتاع تكفير المدرسات على اساس والتكفير. هو مثال تكفير يجرموا الدستور، لكن هذا ما يمنعش التكفير كل يوم راهو فيه. دونك القوانين مش كافيه، على خاطر رغم تجريم التكفير التكفير موجود، رغم ضمان حريات الشخصيه حريات الشخصيه تم الاعتداء عليها كل يوم. دونك صحيح القانون هو بطريقه براغماتيه هو اكثر ضامن في المجتمع بتاعنا، لكن دور الثقافه ودور المجتمع المدني هو وصول المواطن الى هذا الدستور، يمكن للديموكراتيزاسيون اون فادير دي لوا، دمقرطت القوانين ودمقرطت الاشياء اللي احنا نراوها مضمونه في المجتمع المدني وفي الليليت الثقافيه، لكن بقيه المجتمع التونسي يمكن مش مثبت بها ومش عارف. واضح حمادي، وبعد نخدم بيك فينا انت. باش نرجع لنفس النقطه فيما يخص الفجوه هذه بين النص القانوني وبين الواقع الملموس. نعم، هاو الفجوه منين صارت في تصوري؟ المفروض أن الدستور يعبر على الإرادة العامة هكا ولا به، وأنه باش يعكس واقع المتعاقدين لأنه هو عقد في نهاية المطاف. اسك الدستور التونسي هذا اللي تعمل يعكس ريالمون واقع المتعاقدين اللي هما المفروض أنه ساغوا الدستور هذايا؟ أنا نقول لك لا، لأنه الشعب التونسي المفروض، الشعب التونسي المفروض هو يخوض هالمعركة هذه نتاع الدستور. لم يأخذها الشعب التونسي، خذتها نخبة من المثقفين والمسيسين. والصراع هذاك اللي وقع على مستوى النخبه باش واللي لعبوا فيه الحقوقيين المتنورين دور ايجابي كبير، باش تحب تقول ما واكبوش الشعب التونسي هذاك. علاش؟ على مستوى الدستور، على مستوى النص، النص متقدم قرون على واقع الشعب التونسي متعالي متعالي جدا. فهمت؟ لانه ما خاذ الشعب التونسي المعركه، لان النخبه هي اللي خاذت المعركه، والنخبه هذيك خذت المعركه ومشيت في سياسه التوافق باش خرجت النص هذاك. الور النص هذاك ما يعكسش واقع الوعي الموجود عند المواطن التونسي. على تقول لي نمشيو للجانب القانوني مثلا، تقول لي راهو ما منتخبوا هما، ما منتخبوا هذوك مسلوم هذوك خذوا العركه مجلس تاسيسي. كيفاش انتخبوه؟ كيفاش انتخبوا نواب ومجلس تاسيسي؟ يا اخي مانا كلنا نعرفوا كيفاش. تحب نقول لك كيفاش؟ كلنا نعرفوا كيفاش. مانا نعرفوا الناس اللي طهرت للناس وعملت لهم العروسات الجماعيه ووزعت الكريدت نتاع الطماطم والمقارونه. الور التونسي الناس اللي انتخبهم هذوك ما يعكسوش وعي الانسان التونسي. هذاك علاش فما مسافه كبيره، فجوه اكثر من فجوه بين النص، والنص فيه برشا اشياء جميله راه. باهي اللي صار وبين الواقع. الور تحب لنا حبينا مرحلة كاملة من أجل أنه نلحقوا على النص هذا. أي اليوم ثم شيء إيجابي، مع أنه نص فيه هينات على ثم فكرة شيء إيجابي. أنه نص فيه نقيس وهينات، ثم شيء إيجابية اليوم لأنه نص توافق. أي تفضل باش نختم بيك. قعد في الرؤية الراديكالية لا صحيح لا أي. لا وأنا ما نش مختلفين معنا حول لأنه فقط في شنو وظيفة القانون، شنو وظيفة النص القانوني، شنو وظيفة القاعدة القانونية.
احنا في منظومه وضعيه، معناه ماناش في منظومه عرفيه. اذا القواعد ما هيش تكون نقولوا احنا تعكس الممارسات الاجتماعيه بقدر ما هي ترسم الطريق لما يجب ان تكون عليه يجب ان تكون عليه تنظيم الامور. لو دووا سو ني با لا ديسكريبسيون دو لاتر دو سو كي مي لو ديفوار اتر، ما يجب ان تكون عليه الامور، يعني طريقه تنظيميه معينه. اذا على ذلك القانون بتبع القاعده القانونيه تفرزها معناها علاقات اجتماعية، نوع معين من التوازن القوى السياسية حركة اجتماعية، ولكن توازن قوى ايه، لانه القوانين ليس موضوعي ايه من جهة من من مصلحة من؟ أكيد. يعني القوانين لو أخذنا سامحني لو أخذنا مثال القوانين الاقتصادية الموجودة والقوانين الجبائية والعفاءات الجبائية وليزونكوراجمون فيسكو الموجودين، سنجد أنها تخدم مصالح مجموعة معينة وتحافظ على تلك المصالح. قانون التصدير يخدم مجموعة، وقانون الاستثمار يخدم مجموعة، والعفاءات الجبائية تخدم مجموعة. يعني أنت كان تاخذ معناها الضريبة على دخل واحد يدخل 100 مليار تو تلقى 10% 30% من ما يدفعها جبايه، فاذا به هو ينجم يستثمرها في سيكاف ولا يستثمرها في جنه ضريبيه في تونس والقانون يخدم هذا. القانون اللي تتمجد فيه يخدم هذا. لا لا القانون انتهى الوقت. لا 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 لانه القانون بطبيعه انا مانيش نمجد فيه، ولكن نقول انه عنصر مهم، عنصر مهم في مجتمعاتنا، ولكن يخدم هذا. ولكن فما سياسه بطبيعه، فما سياسه تشريعيه للسياسي. دونك القانون هو اقتصادي وسياسي. لا 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 هو اي يعني انه هنالك القوانين راهي ما هياش نوتر بوليتيكمون، خيارات حتى نظام الاقتراع ما هواش. لا جيناك بربي باش نسالك سؤال، نسالكم سؤال ما تجاوبونيش عليه. نظرة التونسي اليوم بمقارنة نعمله في المقارنة مع المواطنين بين ظفرين في العالم العربي، يمكن اعتبار اليوم مواطن التونسي مواطن إذا قارناه بالمواطنين في العالم العربي؟ تو نعملوا حلقة على الموضوع هذا. وضعه أفضل، وضعه التونسي، وضعه التونسي أفضل. ثم صفوان المصري، ثم صفوان المصري هذايا كاتب أستاذ جامعي مرموق في جامعة كولومبيا، كتب كتابا حول هذا الموضوع ربما، وهذا ربما نحكيه على الاستثناء. هذاك علاش انا سالت السؤال هذا باش نختم به الحصه. كتب تونس انغب انومالي، صفوان المصري جامعة كولومبيا. وقبيله سالتكم احنا قلنا زعما كيفاش نترجموا يعني حاله شاذة، حاله استثنائيه، حاله فريده. هناك اجماع اليوم على ان تونس فعلا فرادة العربي التونسية والاسلامي هو حاله فريده. في نفس الوقت اذكر بكتاب حديث صدر للاستاذ عبد الوهاب الجمل، كتاب حول مؤرخ عبد الوهاب الجمل اللي هو مؤرخ ودبلوماسي، حكام افريقيا وتونس من الفتح العربي. انا عجبني العنوان خاطر طويل، من الفتح العربي الاسلامي الى العهد الجمهوري، الفاتحون والغزاة والولاة والأمراء والخلفاء والسلاطين والثائرون والدايات والبيات والرؤساء. يعني هذا كتاب مهم، كتاب ما اشتغل عليه بشكل يعني هل وصل حتى للمرحلة، أفرد حتى للمرحلة الجمهورية. أذك علش يكمل الكتاب بالرؤساء. بالرؤساء يتكرر نحكيه ديما، نحكيه على المواطنة، نحكيه على الديمقراطية، نحكيه على الفضاء العمومي. كتاب مهم لأبرماز، يورغن أبرماز، المعرفة والمسرحة، منشورات الجمل، ترجمة حسن صقر، راجع الترجمة إبراهيم الحيدري. وهذا في قلب الموضوع، مازال أكتويل أبرماز، في ما زالت الناس تطرح في اوروبا وفي المانيا اليوم فكره المواطنه، ولكن اطروحاتهم لكن من افق العولمه. اي من افق العولمه، من افق العولمه والفضاء التواصلي. ثم فيلسوف نحب نحكي عليه انا بصراحه، هو فيلسوف معروف اسمه فيلسوف الساحل. تسمع به فيلسوف الساحل؟ برشا في الساحل. اي لا، ثم فيلسوف الساحل، ثم فيلسوف واحد في الساحل هو الشيخ المصلح سالم بن حميده. سالم بن حميده هو أستاذ طاهر الحداد، أصيل أكودة، متأثر بابن عربي. هذا الكتاب هو للصحراوي جمعون، الإسلام وتحرير المرأة، معركة الشيخ المصلح
سالم بن حميدة هذا الكتاب حديثه. الإصدار خميس العرفاوي، دكتور خميس العرفاوي كتب كتاب نداء المواطنة، قراءة في الوضع القانوني للتونسيين في عهد الاستعمار الفرنسي. مريم هذه استدعيناها المرة اللي فاتت، مريم عاشور قلال، أذكر بكتابها الاجتماعي من خلال اللغة، الكلام في الحياة اليومية أو في اليوم، وأذكر بكتاب حسون المصباحي بحثا عن السعادة، رحلتي مع الكتب. شكرا جزيلا على هذه، نعرف أن الموضوع صعيب ولكن احنا كل مرة نحاول نضيء. شكرا على هذه المداخلات الرشيقة، وأشكر الجمهور جمهورية الثقافة على العناية والمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج جمهورية الثقافة. Feeling good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new